في الاختبارات بتاعتنا هناخد اختبارات شد، اختبار ضغط، اختبار بيندنج، انحناء، شير، قص وهكذا. كل الاختبارات دي او كل الحاجات اللي بتحصل في الاختبارات دي بيبقى ليها سبب داخلي internal. يعني الماده ما بتشدها كده، حته حديده شدتها طولت ليه؟ ايه السبب يعني؟ اكيد في سبب صح؟ السبب انت تعرفه طبعا ظاهريا بتبان ان هي طولت، فبتبدا تحسب حاجات ميكانيكال بروبرتيز بتحسبها خارجيا. سبب الحاجات دي بيبقى ليها حاجات داخليه. ماشي يا باشمهندسين؟ النهارده هنبدا بشويه تعريفات. نبدا باول اختبار فيهم اللي هو حاجه بنسميها التنشن تيست، اللي هو اختبار الشد. قبل ما نبدا باختبار الشد محتاج تعرف شويه ديفينيشنز، شويه تعريفات. طيب ايه التعريفات اللي احنا المفروض نبقى عارفينها؟ في مصطلح بنسميه داكتل، والعكس بتاعه حاجه بنسميها بريتل. طب ايه معنى كلمه داكتل او داكتايل زي ما انتم بتقولوها او بريتل؟ هما كلمتين عكس بعض. داكتايل او داكتل يعني مطيله، وبريتل يعني قاصفه، يعني مواد ممكن نقول عليها داكتل ماتيريالز، مواد ثانيه نقدر نقول عليها بريتل ماتيريالز. زي ايه الداكتل ماتيريالز عشان انت برضو تقدر تفرق ما بين الاثنين؟ هنا ممكن نقول المايلد ستيل. المايلد ستيل اللي هو الصلب الطري. انا هقول لك الفرق بس بعد ما انت بنفسك تكتشف الفرق. هنا ممكن نقول الكاست ايرن. الكاست ايرن اللي هو ايه؟ الحديد الزهر. احنا بنقول عليه الزهر. زي غطيان البلعات، زي كل الحاجات دي بتبقى كاست ايرن. المايلد ستيل زي المكان، معظم المكان والحاجات دي بيبقى هاي جريد ستيل او مايلد ستيل او اي نوع من انواع الستيل. الكاست ايرن هو ستيل برضه على فكره. فرق ما بين الاثنين زي ما هتدرسوا في الميتالرجي، عشان كده بقول لكم كل حاجه في التيست ليها وجه اخر داخلي. الفرق ما بين الستيل كمايلد ستيل، المايلد ستيل اللي هو الصلب الطري والكاست ايرن اللي هو الحديد الزهر، الفرق بينهم نسبه الكربون. يعني هو في الاخر الستيل الصلب هو عباره عن حديد وكربون زي ما هتشوفها في الجزء بتاع الميتالرجي. بتضيف شويه كربون على شويه حديد بيحصل لهم ديفيوجن بطريقه معينه هتاخدها في الجزء الثاني. بناء على نسبه الكربون دي بيطلع لك ستيل. ممكن يكون مايلد ستيل صلب طري، يعني ستيل طري، ماده الحديد نفسها ماده طريه قوي، بنضيف لها شويه كربون شويه ملح يعني عشان نزود الصلابه بتاعتها شويه. كل ما بنزود نسبه الكربون الصلابه بتزيد قوي، بس مقابل الصلابه في يعني داكتيليتي، ممطوليه. فانت لما بتزود صلابه حاجه شويه زياده الممطوليه بتاعتها بتقل طبيعي، يعني بتخليها مور بريتل. فالكاست ايرن هو يعتبر من الحاجات اللي فيها نسبه كربون عاليه، زودنا فيها نسبه الكربون قوي فتحولت من مواد داكتل باختلافاتها المختلفه، يعني بالستيل المختلف فيها مايلد هاي جريد الترا هاي جريد وهكذا، الى الكاست ايرن اللي هو فيه نسبه كربون عاليه. فالمواد المطيله هي المواد اللي فيها استطاله كبيره باختصار. المواد القاصفه جايه من زي القلم اللي بيقصف كده، مفيش ديفورميشن. ماشي؟ الديفورميشن بتاعها قليل، التشكل اللي بيحصل فيها قيمته صغيره، وبالتالي بنسميها قاصفه زي القلم زي ما قلت لك، زي القلم الرصاص كده او زي التباشير. التباشير لو انت سبت التباشيره كده وقعت هيحصل لها ايه؟ هتتكسر، لان هي ماده بريتل قاصفه. لكن لو جبت حته حديد وسبتها مش هتتكسر. لو جبت غطا البلاعه ده ورفعت فوق شويه كده وسبته ممكن ايه؟ ممكن يتكسر، لان هو في الاخر ماده قاصفه عباره عن كاست اير. طبعا المواد القاصفه كتير، وان بتوين بقى بتوين الداكتل وبتوين البريتل في مواد كتير. في سيمي داكتل اللي هي اقرب للممطوليه منها للبريتل، وفي سيمي بريتل. يعني في مواد كتير بتوين الاثنين، ممكن نقول عليها سيمي داكتل لو هي اقرب للداكتل شويه، وممكن نقول عليها سيمي بريتل لو هي اقرب ايه؟ اقرب للبريتل شويه. ده اول تعريفين انا عايزكم تعرفوهم.
الحاجة التانية أو التعريف التاني كلمة إلاستيستي وبلاستيستي. إلاستيك وبلاستيك اللي هي مرونة ولدونة. إلاستيستي هي المرونة، بلاستيستي هي اللدونة. دول مش عكس بعض بس يعني مختلفين عن بعض شوية. هي إلاستيك يعني مرونة، مرونة يعني لو أنت عندك أستيك، أستيك اللي أنت بتلعبه بيه أوقات ده، لو شديته هيطول صح؟ لو سبته هيحصل له إيه؟ هيرجع لوضعه الطبيعي. هو ده معنى إلاستيستي أو إلاستيستي، المرونة. يبقى المرونة معناها المعروف هو رجوع المادة للـ its original dimensions، للأبعاد الأصلية بتاعتها upon إيه؟ load removal، يعني بعد ما تشيل الحمل من عليها، أنت شديتها أهو، يعني محملها، أول ما تريموف اللود يحصل لها إيه؟ ترجع للوضع الطبيعي بتاعها original بدون أي permanent. يعني أنت عندك عينة كده أهي مثبتها من هنا، هتبدأ تشد العينة دي بلود معين بي، العينة دي هتطول بمقدار دلتا ال، أول ما تشيل اللود الدلتا ال دي ترجع للصفر تاني. ده معنى كلمة إلاستيستي أو مرونة. دي كلها ديفينيشنز المفروض تعرفها عشان بعد كده لما ندخل في التنشن، لما أقول لك ده مرحلة المرونة تبقى في دماغك يعني إيه كلمة مرونة، ما أقول لك دي مرحلة اللدونة تبقى فاهم يعني إيه كلمة لدونة. ماشي؟ طب بلاستيستي يعني إيه بقى اللدونة؟ يعني المادة بتحتفظ بجزء من الديفورميشن، مش لازم كل الديفورميشن. يعني دايما بيمثلها باللبانه. لو معاك لبانه وشدتها ممكن ترجع شويه بس ايه؟ بس هيبقى في جزء من، لان هي ماده لدنه، العجين يعني كل الحاجات دي مواد لدنه فيها لدونه شويه. فلما هتشدها هتبدا، لو انت جبت عينه ثانيه كده اهي وشدتها بمقدار برضه بي، بدأت العينة دي تطول شوية كده بمقدار دلتا ال، لما تيجي ترجع هترجع كده. واخد بالكم؟ الجزء اللي رجعته ده هنسميه دلتا ال إلاستيك، لأن هي برضه جزء رجع صح؟ فالجزء اللي رجع اللي هو ده هي طولت بمقدار الدلتا ال ده كله، ده التوتال. ده الدلتا ال توتال الكلية اللي حصلت للمادة لما شلت الحمل وهي متحملة. لما شلت الحمل في جزء منها رجع وجزء اتبقى اهو صح؟ الجزء اللي رجع ده بيسمى دلتا ال الاستيك عادي، والجزء اللي اتبقى بنسميه دلتا ال بلاستيك. إذا مفيش بلاستيستي، في طبعا بلاستيستي بيور بس في معظم الحاجات، طبعا المواد اللي هي القاصفة عادة بيبقى البلاستيستي بيور، بس في معظم المواد بيبقى في جزء بيرجع وجزء بيتبقى. فالجزء اللي بيرجع ده بنسميه بلاستيك ديفورميشن، إلاستيك ديفورميشن، والجزء اللي بيتبقى بنسميه ايه؟ بلاستيك ديفورميشن. يعني تشكل مرن، تشكل لدن، ماشي؟ تقدر تقول عليه كده. تشكل مرن وده هنسميه تشكل لدن. ده الفرق بين إلاستيستي وبلاستيستي. في برضه تعريفين عايزكم تعرفوهم. كلمة strength والفرق بينها وبين stress. strength يعني ايه؟ يعني مقاومة، و stress يعني إجهاد. لما يجي الدكتور يقول لك ايه الفرق بين stress وال strength؟ الفرق بين الإجهاد، الاتنين واحد على فكرة، الاتنين واحد بس ال strength عند نقطة معينة. يعني الإجهاد ده ممكن يبقى عنده نقط كتير زي ما هنشوف دلوقتي. أنا بحمل المادة فكل ما بزود الحمل في إجهاد صح؟ يعني عند حمل مثلا 1 كيلو نيوتن لو أنا حابب أجيب الإجهاد، هو الإجهاد عبارة عن إيه أصلا؟ إيه هو الاستريس؟ هو اللود باليونت أريا صح؟ هو البي الحمل على الأريا باختصار. يعني ممكن تقول تعريفه هو لود باليونت أريا، الحمل على المساحة. ده تعريف الإجهاد، وأكيد أنتوا أخدتوه كتير قبل كده في فيزياء في أي حاجة. وأنت بتحمل في تغير في الحمل، يعني أنت عمال تزود الحمل، لما ننزل إن شاء الله تنزلوا المعمل تعملوا اختبار التنشن
وانت بتزود الحمل، الحمل بيزيد من 1 ل 5 10 20 وبعدين بيرجع يقل بطريقه معينه زي ما هنشوف دلوقتي. فانت وانت بتزود الحمل الاجهاد عمال يتغير، صح؟ كل حمل قصاده اجهاد معين. امتى اقول ان الاجهاد ده اصبح مقاومه؟ من ضمن الحاجات اللي هو اقصى حاجه، ماشي؟ او الكسر، مظبوط؟ في معظم المواد، في مواد كتير ما بيبقاش اقصى حاجه هو الكسر، عشان تبقى عارف زي ما قلت لكم احيانا بيطلع وينزل، يعني اللود بيزيد وبعدين بيقل وبيتكسر عند حمل اقل من الماكسيموم، زي ما هنشوف دلوقتي. وانتوا في الميتالرجي او في الجزء الثاني المفروض تعرفوا، وانا هقول لكم برضو بعض حاجات تعرفوا ايه السبب اللي بيخلي ده يحصل. حاجه بتحصل كده في الماده بتخليها ما تقدرش تستحمل الحمل، فالمكنه اوريدي، المكنه حاجه اسمها ديسبليسمنت كنترول، يعني بتحمل بالديسبليسمنت مش بلود. لو انت المكنه بتاعتك بتحمل بلود، اللود عمره ما هيقل، لان المكنه متحكمه في اللود فبتزوده، صح؟ لكن المكن اللي عندنا او معظم المكن اللي في المعامل بيحمل بديسبليسمنت. تقول لي طب ايه الفرق بين، هي المكنه بتتحرك بقيمه دلتا معينه، ملي 2 ملي 3 ملي، وبناء عليها بتفيجر اوت الايه اللود، يعني بتشوف اللود المقابل للدلتا دي ايه، يعني العينه اتحملت بلود قد ايه. ده بيتقري، يعني اللود هو مستنتج من الديسبليسمنت، ماشي يا باشمهندسين؟ المهم يعني باختصار عشان ما ندخلش المواضيع في تفاصيل اكتر من حقها، الاسترس هو الاجهاد عند اي نقطه تقدر تحسبه عند اي قيمه لود. الاسترس هو مقاومه، تقدر تقول عليه تعريفه كده مقاومه الماده للكسر، يعني ده التعريف الجنرال. ولكن كلمه سترينث في اختبار التنشن مثلا هتتقال عند حاجتين، هتتقال عند نقطه بنسميها اليلد فبيسموه اليلد سترينث، مقاومه الخضوع، وهتتقال عند نقطه اسمها الماكسيمم او الماكسيمم تنسايل سترينث او التنسايل سترينث بيختصروها اللي هي الماكسيمم لود، ماشي؟ فكلمه سترينث دي بتعبر عن حاجه، وكلمه سترينث هو خاصيه من خواص الماده. الاجهاد ممكن ما يكونش هو خاصيه، بس مش هناخد كل الاجهادات نعتبرها خاصيه. لما بتيجي تعمل ديزاين ان شاء الله لما تخش ثالثه ورابعه وكده، في الديزاين هتلاقي نفسك بتاخد مش منحنى الماده كله، بتاخد قيمه معينه من الاجهاد هي اللي انت بتعمل عليها ديزاين. يعني لما بتيجي تصمم مثلا رود في مكنه، الرود ده انت بتقول ان الرود ده هيتحمل قيمه حمل قد كذا، طب الاجهاد بتاعه او المقاومه بتاعته اللي المفروض انا اصمم عليها قد ايه؟ طب انت عندك منحنى كبير هتختار الاجهاد نهون، ده بناء على حاجات هنقولها واحنا بنشغلين في التنشن ان شاء الله. ده الفرق ما بين الاسترس والسترين. يبقى اذا الاسترس هو ايه؟ هو حاله خاصه من الاسترس بيتقال عند نقط معينه، هنقولهم في الاختبار، هنقولهم بالتفصيل. يعني انا قلت اليلد الخضوع والماكسيموم، بس هنقولهم في الاختبار واحنا بنشرح اختبار هنشرحه بالتفصيل. يعني طبعا اختبار الشد، طبعا من ضمن الحاجات برضو اللي انا عايز اقولها لكم، هي مش موجوده، ممكن تكون ما تلاقيهاش في الكتاب، ممكن يكون ما اعرفش حد قال لكم ولا لا، كلمه ايزوتروبي او ايزوتروبيك، ايزوتروبيك ماتيريال. عارفين كلمة ايزوتروبيك يعني ايه؟ والمقابل ليها او الحاجة الشبيهة ليها هوموجينيوس. ايزوتروبيك يعني ايه؟ وهوموجينيوس؟ ازاي يعني؟ الاثنين متجانسة؟ خلينا نوضح بقى. ايه الفرق بين ايزوتروبيك وهوموجينيوس؟ هو ممكن يكون تقول عليهم متجانسة، بس يعني التعريف هو اللي هيبين الفرق. ايزوتروبيك هوموجينيوس يعني متجانسة، دي انا متاكد منها. ايزوتروبيك يعني ما اعرفش معناها بالعربي يعني ايه، بس انا هقول لك معناها دلوقتي يعني ايه. هوموجينيوس متجانسة زي الحديد، كل حتة. كلمة متجانسة معناها ايه؟ معناها ان انت لو جبت سيخ حديد مثلا، او جبت راد من الحديد يعني بار من الحديد، وقطعته حتت وخدت كام جزء من كذا مكان ورحت اختبرتهم في اختبار التنشن، المفروض لو الماده دي هوموجينيوس يطلعوا لك نفس الايه؟ نفس الاجهادات، ماشي؟ ده معنى كلمه هوموجينيوس. يبقى هوموجينيوس معناها ان خواص الماده متجانسه عند نقط مختلفه. يعني لو انت عندك بار كده، المفروض ان الاستريسز او السترينز او ايا كان في المنطقه دي تكون بتساوي الاسترسز والسترينز في المنطقه دي. ده معنى كلمه هوموجينيوس.
متجانسة، يعني جميع الخواص متساوية عند جميع النقط. عشان كده الستيل هو مادة هوموجينيوس، الكاست ايرن مش هوموجينيوس، او ممكن يبقى هوموجينيوس بعض الاوقات. المواد الماتيريالز فيها يعني بيجروا فيها جامد، ففيها تطورات كبيره قوي. يعني ممكن تشوف خشب باقوى من الستيل لو تسلح مظبوط، حط فيه نانو فايبرز ومش عارف، يعني في حاجات جديده طالعه انت ما تتخيلش ان هي ممكن تديك المقاومه دي. في الومنيوم اقوى من الستيل، انا اشتغلت عليه. الالومنيوم نفسه كجهادات وكسترينز وكل حاجه، هو الالوي بتاعته اقوى من الالوي بتاعت الستيل. ماشي، الحاجات اللي بتصدم في الطيران طبعا بيحاولوا يخففوا الوزن وكده، في نفس الوقت يحافظوا على المقاومه، فبيضطر يشتغل في الويز جديده تكون وزنها خفيف وتكون مقاومتها كبيره قوي. ايزوتروبيك بقى يعني ايه؟ ايزوتروبيك يعني، وده الفرق بين الستيل والكاست اير، ممكن يكونوا الاثنين هوموجينيوس، بس دي ايزوتروبيك ودي مش ايزوتروبيك. تقدر تقول على انا ايزوتروبيك او انا ايزوتروبيك. ايزوتروبيك يعني الخواص متساويه عند نفس النقطه في جميع الاتجاهات. يعني لو انا مثلا سي بعمل اختبار تنشن وكمبريشن للحديد، لو ده التنشن بتاع الحديد زي ما هنشوفه دلوقتي، مايلد ستيل اللي هو المنحنى المشهور اللي انتوا هندرسه في اختبار التنشن دلوقتي، هتلاقي لو ده التنشن هتلاقي الكمبريشن عامل كده، ده الكمبريشن بتاع الحديد. يعني الييلد في التنشن بيساوي الييلد في الكمبريشن، الماكسيمم في التنشن بيساوي الماكسيمم في الكمبريشن. ده معنى كلمه ايزوتروبيك. يبقى ايزوتروبيك معناها ان الجهادات متساويه عند نقطه واحده في جميع الاتجاهات، تنشن كومبريشن. ماشي، الكاست ايرن لا، الكاست ايرن في الضغط كويس جدا بس في الشد ايه، ضعيف. يبقى اذا مقاومه الشد مش بتساوي مقاومه الضغط. الحديد كويس جدا في الشد وكويس جدا في الضغط، عشان الاثنين متساويين، او يعني في اختلافات بسيطه بس تكاد تكون متساويه. ماشي يا باشمهندسين، ده الفرق بين كلمة ايزوتروبيك تقدر تقول عليها ان خواص المادة متساوية عند نقطة واحدة في جميع الاتجاهات. دي خواص المادة متساوية عند جميع النقط في جميع الاتجاهات، معنى كلمة هوموجينيا. لو حبينا نقول ايه فايدة او يعني اهمية اختبار التنشن او هي مميزاته، يعني طبعا اختبار التنشن هو اسهل اختبارات انت ممكن تعملها، يعني من الاختبارات السهلة. زي ما هنيجي لاختبار الكومبريشن كده هنلاقي اختبار الكومبريشن شوية فيه شوية بعض الليميتيشنز، بعض الصعوبات. يعني اختبار التنشن من اسهل الاختبارات، لانك عادي جدا بتجيب عينه ليها طول معين وقطر معين زي ما هنشوف او تشوفه في المعمل او هنشوف في الابعاد دلوقتي. بتمسكها من فوق تمسكها من تحت وتبدا تعمل تنشن لانها تطول لحد ما تتكسر. موضوع بسيط سيمبل، يعني اختبار سيمبل. لو عندك مكنه مجهزه ليه فالاختبار سيمبل جدا، بتمسك من فوق ومن تحت وبتشد. طيب ساعانين ولا ايه؟ انتوا ما شفتوش ساعة على فكرة. انتوا عارفين درجة الحرارة كام في المدينة اللي أنا كنت فيها دلوقتي، اللي أنا كنت فيها من الفترة دي؟ دلوقتي حاليا درجة الحرارة تقريبا يعني 28 تحت الصفر سنتيجريد مش فارنهايت. يعني أنا لما كنت موجود ما وصلتش للمرحلة دي بصراحة، أنا وصلت ماينس 18، دي أكتر حاجة وصلت لها. فأنتوا بتتكلموا في 11 درجة و12 درجة صيف هناك، يعني الناس بتقلع وتمشي بالكات وكده يعني. ف تلج للركب هناك دلوقتي. فدرجة الحرارة عادي يعني، ما تتعودوا إن شاء الله تبقى تمام يعني، هتتظبط. خليك معايا. عشان كده دي من ضمن الحاجات اللي بتدخل في الديزاين. خلينا بقى ندخلها في الموضوع بقى. دي من ضمن الحاجات اللي بتدخل في الديزاين، اللي هي الكولد ويذر او الهوت ويذر الاثنين مع بعض. تغير فرق درجه الحراره ده مهم جدا في الديزاين. لو انت بتعمل حاجه موجوده في بتصمم مثلا برج كهرباء، بتصمم الحاجات دي كلها ديزاين، سواء حاجه ماكينه بتتعرض لدرجه حراره عاليه وبعدين انخفاض درجات حراره كبير. لذلك هتلاقي الرصيف هناك دايما فيه تشرخات وتشققات، مش زي ما يعني طبعا زي عندنا مفيش مشكله خالص، بيحصل فيه معالجه دايما على طول، بس بيحصل كتير بسبب ان درجه الحراره في الصيف عاليه جدا توصل 37 و38 وعادي زي عندنا، ودرجه الحراره في الشتاء واطيه جدا توصل ناقص 18 وناقص 20، ولازم يعني لو خرجت بايدك كده بره البتاع تتجمد وتخرج بيها، ممكن تقع مثلا.
لازم تغطي كل حاجه، مش باين منك غير منخورك ومش هتحس بيه وانت ماشي. ف الموضوع صعب يعني، مش زي ما انتم متخيلين. الناس دي بتعاني يعني، انا وكيل خليكم معايا. فطبعا فرق درجات الحراره ده زي ما هنشوف في الماتيريال برضو هنشرحه في بعض الحاجات. فرق درجات الحراره ده هنشرحه في بعض الحاجات، انه لما درجه الحراره بتزيد قوي ده بيأثر على الدكتيليتي بتاعت الماده، ولما درجه الحراره بتنخفض قوي تنزل البروده العاليه قوي بتحول الماده الدكتل، ممكن تحولها لماده بريتل. فانت ممكن تبقى مصمم حاجه وعامل لها ديزاين ان هي تمام وماده دكتل، ولو حصل اي ديفورميشن البرج هيتهز وهيدنه زي ما هو، او وفجاه تلاقيه وقع. السبب انه انخفاض درجه الحراره، الستيل من الحاجات لما درجه الحراره فيها بتنخفض بيتحول لماده بريتل مثلا يعني، وهكذا حاجات كتير. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب يبقى اذا في اختبار التنشن عندنا عينه كده، العينه ديت ليها طول اسمه ال نوت اللي هو طول العينه الاوريجينال لينث، وليها دايمتر اسمه دي نوت زي ما هنشوف، سيخ حديد او راد يعني بار من الحديد. وهنبدا نعمل نشد العينه دي بحمل بي. خلاص الطبيعي ايه اللي هيحصل؟ العينه هتطول مع زياده الشد، هتطول العينه دي هتطول بمقدار دلتا ال. يبقى لو قلنا كده البي هو اللود او الابلايد لود او لود ابلايد، والدلتا ال بنسميها الالونجيشن الاستطاله يعني، او بتسمى في بعض الحاجات اكستنشن استطاله. ال ال نود ده الاوريجينال لينس، والدي نود تقدر تقول عليه الاوريجينال دايمتر، ده القطر الاصلي، ده الطول الاصلي، دي الاستطاله اللي حصلت، وده الحمل. بس هي دي المعطيات اللي عندنا. عينه ليها طول ال نود اللي هي دايمتر دي نود، او كروس سكشن اريا اي نود، بدل الدي نود ممكن تقول اي نود لو هي مش عينه دائريه. ماشي. وبعدين بتشدها بحمل بي، تطول بمقدار دلتا ال، تبدا ترسم علاقه ما بين البي والدلتا ال، الحمل والاستطاله. طبيعي ان انت كل ما هتزود الحمل كل ما الاستطاله ايه هتزيد. لو ده مايلد ستيل زي اللي احنا بندرسه او هندرسه يعني، شوانس، لو ده مايلد ستيل هتلاقي الكيرف بتاعه طالع عامل كده. العلاقه ما بين البي والدلتا ال حاجه بالشكل ده. ده شكل الكيرف، ده البي دلتا ال او اللود الونجيشن دياجرام بتاع المايلد ستيل. زي ما هنشوف المايلد ستيل قلنا ده ماده داكتل، لو تحولنا بقى لسيمي داكتل وبريتل الكيرف ده هيتغير. فده يعني ممكن تقول عليه ريبريزنتيشن لمعظم الداكتل ماتيريال ما عدا المرحله دي. بس المايلد ستيل من الحاجات المهمه قوي اللي احنا بندرسها، فعشان كده احنا بناخد الكيرف بتاعه. طب ايه اللي بيحصل هنا؟ هتلاقي في الاول كده في حاجه اسمها، او في مرحله كده باينه ان هي ايه؟ خط مستقيم، صح؟ بينتهي هنا مثلا. نهايه المرحله دي او المرحله دي ممكن نسميها المرحله الاولى، زي ما هنشوف دلوقتي دي ايه دي؟ مرحله المرونه زي ما كنا بنقول قبل كده. ماشي. بعد كده في مرحله تانية بتنتهي عند النقطه دي، مرحله رقم 2، دي بنسميها مرحله الخضوع زي ما هنشوف دلوقتي. بعد كده من مرحله الخضوع، من نقطه الخضوع لحد نقطه الماكس دي المرحله الثالثه، وبعدين دي المرحله الرابعه. يبقى المرحله الاولى دي مرحله رقم 1، دي بنسميها الالاستيك ريجن او منطقه المرونه. رقم 2 اسمها اليلد ريجن، منطقه الخضوع المرونه الخضوع. ماشي. وهنقول خضوع ليه. المنطقه الثالثه دي الاستيك بلاستيك ريجن، منطقه ايه؟
المرونه اللي دونه، زي ما قلنا مفيش حاجه اسمها، او في معظم الحاجات مفيش بلاستيستي، بس في معاها ايه؟ جزء الاستيك، فبنسميها الاستيك بلاستيك. المنطقه الاخيره اسمها البلاستيك ريجن، منطقه اللي دونه، هي اللي دونه فقط. يبقى دي مرونه لدونه، مرونه لدونه، ودي لدونه بس. ده اللي بيحصل للحديد، او لما بتشده بيحصلوا المراحل دي. طب احنا عرفنا المراحل دي ازاي؟ عرفناها باللودنج انلودنج. يعني نجيب عينه ونشدها لحد حمل معين وبعدين نسيبها، نلاقيها رجعت لوضعها الاصلي، نزود الحمل شويه ونسيبها. يعني ناس قاعده في المعمل عماله شغاله لحد ما طلعت لنا الكيرف ده. طب ايه مرحله المرونه؟ ليه سميناها مرونه؟ زي ما اتفقنا انه الماده بترجع لابعادها الاصليه. بعد لو احنا حبينا نرسم كده حاجه توضيحيه للموضوع ده، ممكن نقول ده العيله نقلها بشدها بحمل بي، ماشي يا باشمهندسين؟ عند بدايه المنحنى كده. لو انا حملت سي، زودت الحمل مثلا لحد النقطه دي، فقيمة الدلتا ال اهي، صح كده؟ عند النقطة دي، فالعينة هتطول لحد هنا. سي العينة اهي طولت لحد النقطة دي بمقدار دلتا ال. طالما أنا في مرحلة المرونة، لو شلت الحمل ده هتروح راجعة ايه؟ الطول الأصلي بتاعها، فالدلتا ال دي هي دلتا ال إلاستيك. لحد نهاية الخط المستقيم ده كل دي مرونة. ولذلك بنطلع منها خاصية هنشوفها بعد شوية أو ممكن المرة الجاية، بتطلع من الجزء المثلث ده، شايفين المثلث ده؟ فقيمة البي اللي عند النقطة نهاية الخط المستقيم دي بنسميها البي بروبورشنال ليميت، البروبورشنال ليميت لود. ده كده بروبورشنال ليميت، حد التناسب تقدر تقول عليه. يعني هو الحد اللي بينتهي عنده التناسب بين البي بتتناسب مع ايه؟ تناسب طرديا مع دلتا ال، زي ما انت شايف كده خط مستقيم، وتقدر تثبت التناسب هو الميل، صح؟ ما بيعنيش لنا حاجه هنا، بس بيعني لنا حاجه لما نحولها لستريس وسترين. يعني لما نحول الكيرف ده كله كده على بعضه، بدل البي يبقى ستريس باننا نقسمه على الاريا، وبدل الدلتا ال يبقى سترين انفعال باننا نقسمه على الطول الاصلي. ده هيعني لينا حاجة مهمة قوي، خاصية مهمة قوي، ممكن تكونوا سمعتوها قبل كده في الفيزياء، اسمها يانجس مودولس، سمعتوا عنها؟ فهو يانج مودولس ده بيجي من المنحنى، بس مش من المنحنى ده نفسه، بيجي بعد تحويل البي دلتا ال اللي انت بتطلعها من المكنة، بدل بي دلتا ال تبقى ستريس اجهاد وسترين انفعال، ماشي يا باشمهندسين؟ بدل لود الونجيشن. طيب بإذن المرحلة الأولانية دي بنسميها مرحلة المرونة، الحمل اللي عندها بنسميه بي بروبورشنال ليميت، والدلتا ال اللي عندها نسميها دلتا ال بروبورشنال ليميت. لو انا اديتك قيم في جدول وقلت لك طلع لي البي بروبورشنال ليميت، تعرف تطلعها؟ قيم بي ودلتا ال، وقلت لك فين البروبورشنال او الحد اللي عنده انتهى التناسب، انتهى ايه؟ التناسب، يعني في تناسب، صح؟ يعني معناها انك لو قسمت البي على الدلتا ال المفروض يطلع رقم، لو قسمت النقطة اللي بعدها يطلع نفس الرقم، طول ما أنت بتقسم بيه على الدلتا ال يديك إيه؟ نفس الميل، لأنه خط مستقيم. لحد آخر نقطة هينتهي عندها الميل ده، يبقى هي دي نهاية الخط المستقيم، عشان بعض المسائل اللي هتجي لكم في أو الشيتات بيبقى فيها جداول اللي طالعة من المكنة. قيم بي ودلتا ال، فأنت إزاي تعرف فين البروبورشنال ليميت؟ فين الييلد؟ فين الماكس؟ طبعًا الماكس سهل، أكبر قيمة، صح؟ الفراكشر برضو سهل. اخر قيمه زي ما هنشوف دلوقتي في بقيه المنحنى. فمبدئيا تعرف زي نهايه الخط المستقيم بالتناسب. طيب احنا بنقول عليها مرحله المرونه، هل نهايه الخط المستقيم هو نهايه مرحله المرونه؟ بالنسبه لكم في الامتحانات والمسائل وكده اه، بس حقيقه لا، في جزء بعد الخط نهايه الخط المستقيم ده بتدنوا فيه مرونه برضو، يعني جزء صغير. ايه؟ لا، عادة المكنة أو المكن بتاع المعامل وكده ما بيلقطش الفرق ده. فاهمين حاجة؟ يعني الفرق ما بين الإلاستيك ليميت أو البي إلاستيك، تقدر تقول عليه البي إلاستيك ليميت، والبي بروبورشنال ليميت فرق بسيط جدا.
هو جزء نون لينير بس ستيل لو انت رجعت فيه الحمل يرجع للزيرو. فاهمين؟ يعني هو جزء بعد اللينير ده، بعد الخط المستقيم ده، في جزء صغير جدا بيبقى نون لينير بس لو انت شلت فيه الحمل يرجع للصفر. فما زال في مرحلة المرونة ولكن ما بتقدرش يعني تعمل له كابشر في المعمل، ما تقدرش تلقطه. فعادة احنا بناخد النقطة لنهاية الخط المستقيم. لأن طبعا ده محتاج دقة كبيرة وتحميل بحمل بريت اوف لودنج بطيء قوي بحيث ان انت تقدر تحصل على ايه؟ على النقطة دي. فمعظم المسائل اللي هتجي لكم هو البروبورشنال ليميت هو الإلاستيك ليميت. فعادة احنا بنحط البي بروبورشنال بيساوي البي إلاستيك والدلتا ال هي الدلتا ال إلاستيك ليميت. لكن تبقى فاهم انه لو انت دخلت رحت مثلا سافرت بره وعملت اي حاجه وفوجئت بانه لا ده في نقطه غير النقطه ما يعني عادي موجوده يعني ماشي؟ موجود ان الالاستيك ليميت غير البروبورشنال ليميت. ماشي يا باشمهندسين؟ دي مرحله المرونه. طب ايه المرحله الثانيه دي بقى؟ المرحله الثانيه دي بيسموها اليلد ستيج او اليلد ريجن، مرحله او منطقه الخضوع. ايه اللي بيحصل في منطقه الخضوع دي؟ خلي بالك احنا مسمينها خضوع عشان احنا بنقول ان الماده بتخضع للحمل. او الناس سموها خضوع ممكن يكون للسبب ده او مش اللي انا اللي مألفه يعني. الماده بتخضع للحمل، يعني ايه بتخضع للحمل؟ يعني بتلاقي الماده عماله تطول والحمل ثابت تقريبا يعني. احنا لما نيجي نرسمها او نسهلها شويه هنرسمها حاجه بالشكل ده. خط مستقيم وبعدين كونستانت وبعدين نمشي كده. يعني ده السمبليفيكيشن بتاع الشكل ده. ده الحقيقي بس ما بنعرفش نحصل عليه في المعمل العادي بتاعنا، اللي بنحصل عليه هو الشكل ده. فاهمين حاجه؟ المرحله دي هي نفسها المرحله دي. فيها بيحصل فيها شبه ثبات في الحمل، يبقى فيه ذبذبه شويه عشان كده بيطلع نقطتين حاجه بنسميها الابر ييلد واللور ييلد زي ما هنرسمها لوحدها دلوقتي. بس في الطبيعي بتبقى كونستانت. فنقول خضوع في الحمل ان الحمل ثابت اهو هو البي ييلد، صح كده؟ اللي هو نفسه برضه في المسائل هيبقى البي بروبورشنال ليميت، اللي هو نفسه البي الاستيك ليميت. نقطة واحدة ثبت عندها الحمل. ماشي يا باشمهندسين؟ بدأ يحصل ثبات في الحمل، الحمل ثبت والعينة عمالة يحصل لها إيه؟ استطالة 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 استطالة. طب إزاي؟ إيه اللي بيخلي العينة الحمل ثبت وهي عمالة تطول لوحدها كده؟ نعم؟ انا مش سامعك، انت مين اللي بيتكلم اصلا؟ حراره؟ لا لا مش حراره ولا حاجه. اللي هيحصل حاجه انتوا هتدرسوها في الميتالرجي. زي ما قلت لكم كل حاجه خارجيه ليها تفسير داخلي. في حاجات بتبدا تتحرك جوه الماده. حاجه بيسموها ديسلوكيشنز، انخلاعات. هي اللي بتبدا تكسر الروابط بين الذرات، يعني بمعنى اصح بتقول للحمل ايه خلي عنك انت بقى وانا داخله. ديسلوكيشنز هي عيوب، احد العيوب الموجوده في الماده هتدرسوها في جزء بيسموه العيوب. الديسلوكيشنز دي ما بتتحركش غير مع نهايه مع بدايه تكسير الروابط، يعني الروابط بتاعه الذرات دي بتبدا تتكسر، الروابط الداخليه للحديد بيبدا تتكسر فالعينه بتطول. ماشي؟ تبدا بعد فتره كده تبدا الديسلوكيشنز دي عامله زي القطر كده بس ما بتتحركش غير بعد حمل معين. ادوها زقه كده فبدات تتحرك، اول ما بدات تتحرك ما عادش محتاجه ايه؟ حمل، بقت هي اللي عماله تكسر في الروابط تكسر في الروابط. فلما بدات تكسر في الروابط بدات العينه ايه؟ تطول، مش محتاجه حمل ولا حاجه. بعد شويه زي ما هدرسه برضو في الجزء الثاني الانخلاعات دي او الديسلوكيشنز دي كثافتها بتزيد قوي، فيبداوا يخبطوا ببعض، عارف انت واحد جاي من هنا سيبني والتاني جاي من هنا فيروحوا داخلين في بعض، فبدل ما يكسروا الروابط يكسروا بعض. المعنى اللي هو البسيط يعني، ماشي؟ فبيقفوا قصاد بعض فتبدا الماده ايه تاني؟ تبقى محتاجه ايه بقى عشان تتشكل تاني؟ محتاجه حمل تاني. فيبدا الحمل يرجع يزيد تاني. عشان كده بيسموا المرحله الثالثه دي اللي انا سميتها الاستيك بلاستيك ليها مسمى اخر اسمها سترين هاردنينج. يعني تصلد الانفعال، يعني الانفعال اللي كان عمال شغال زي الحلاوه ده بدا يحصل له ايه؟ يجمد شويه، مش سهل انك تخلي الماده تنفعل بقى، فتحتاج تزود الحمل عليها. ماشي؟ فلذلك بتسمى المرحلة الثالثة بقى، لسه هنرجع لموضوع الرجوع ده بعدين يعني واحنا مشغلين دلوقتي. فالمرحلة دي مرحلة اليلد الخضوع. مرحلة الخضوع دي خلينا نقول فيها حاجة مهمة،
هي بتطلع شويه ابر وبعدين تنزل كده شويه وبعدين تبدا تطلع. النقطه دي بنسميها الابر ييلد بوينت، يعني نقطه الخضوع العليا. قالك معايا يا باشمهندس؟ والنقطه اللي تحت دي اللي هي نهايه المرحله دي نسميها اللور ييلد بوينت. طب انت هتقولي دلوقتي في اتنين ييلد، ابر ولور، اخد مين فيهم؟ يعني انا لما اجي اقول اليلد ستريس، لا هناخد اللور. الموضوع ده له سبب، يعني هناخد قيمه اللور، عشان كده اليلد هنا هو ده البي ييلد اللي هو نقطه اللور. البي لور هو البي ييلد، او اللور ييلد بوينت هو اللي بناخد عنده اليلد لود. طيب ليه اخدنا اللور وما خدناش الابر، او ليه ما خدناش الافريج زي ما الباشمهندس بيقول؟ لان هم بعد ما عملوا كذا اختبار لقوا ان نقطه الابر دي يعني عماله تتحرك مش ثابته، يعني بيعمل اختبار على حته حديد فيلاقيه طالع عامل له كده، يعني واحده ثانيه تلاقيها طالعه عامله كده، واحده ثالثه تلاقيها عامله كده، فما هياش كونستانت للماده. بس لقوا ايه؟ لقوا اللور كونستانت ثابته، قالوا خلاص يبقى اذا دي مش حاجه معبره عن الماده، دي حاجة بتتغير بتغير الدايمنشنز، بتتغير بتغير بعض الخواص، بتتغير بتغير الاختبار نفسه اللودينج، كل الحاجات دي بتغير في الأبر بس ما بتغيرش في الإيه؟ في اللور ييلد بوينت. فأخدوا اليلد هو نقطة نهاية اليلد، هي دي اليلد بوينت، فخلاص هنعتبرها هي دي اليلد بوينت. وبالتالي عندها البي ييلد وعندها كمان إيه؟ الدلتا ال ييلد اللي هو الاستطالة عندي اليلد بوينت. ماشي يا باشمهندسين؟ فهمنا اليلد معناه ايه وبيحصل ازاي، وقلنا بعد ما بيحصل ما بينتهي الخضوع بيبدا يحصل سترين هاردنج، فهي المرحلة دي. المرحلة دي بيسموها الاستيك بلاستيك او سترين هاردنج. تصلد الانفعال. هاردن جاي من هاردنس اللي هي ايه؟ ده اختبار هناخده على فكرة. وهتبقوا هتعرفوا ساعتها الفرق بين الاستيفنس، هندرس برضو اختبار في اختبار التنشن حاجه اسمها ستيفنس اللي هي الصلابه، وهندرس في اختبار لوحده حاجه اسمها الهاردنس الصلاده. في فرق ما بين الصلاده والصلابه وهناخدهم وهنفهم الموضوع الفرق ما بين الاثنين ايه. المهم هنا بيحصل حاجه اسمها سترين هاردنينج وبيسموها الاستيك بلاستيك، بيطلع لحد نقطه الايه؟ المرحله دي من نهايه من نقطه اليلد بوينت لحد نقطه الماكسيمم لود. الماكسيمم لود اللي هو اقصى حمل هيتحمل للعينه دي. الماكسيمم لود دي قصه بقى هنشرحها دلوقتي، بس خليك معايا في المرحله دي. المرحله دي فيها بنسميها الاستيك بلاستيك ليه؟ احنا قلنا في مرحله المرونه لو انت حملت باي حمل لحد نقطه معينه هنا هترجع للوضع الطبيعي. طب لو حملنا لحد هنا هترجع برضه للزيرو، لو حملنا هنا وشيلنا برضه هترجع للزيرو، مظبوط؟ لكن لو جينا في المرحلة بقى بتاعت الإلاستيك بلاستيك دي وحملنا لحد هنا، يعني أنا جيت حصل دلتا ال أهي، دي الاستطالة اللي حصلت للعينة، مظبوط؟ يعني العينة طولت لحد هنا كده، شدي نفس العينة؟ يعني نشد فيها شد فيها لحد ما طولتها لحد فين؟ لحد التحميل ده اللي هو البي ديت، في بي معينة عندها دلتا ال معينة. طب لو شلت الحمل بقى ايه اللي هيحصل؟ ترجع ازاي بقى؟ ليها طريقه في الرجوع مش عشوائيه كده. بترجع موازيه للخط المستقيم. يعني بترجع حاجه بالشكل ده. شايفين الرجوع ده؟ ده كده. موازيه للخط المستقيم ده. ده معناه ايه؟ معناه ان هي رجعت لحد هنا مثلا. النقطه اهي، فهي رجعت لحد هنا كده. ماشي يا باشمهندسين؟ الجزء اللي رجع ده قلنا بنسميه دلتا ال ايه؟ الاستيك. والجزء اللي اتبقى فيها ده دلتا ال بلاستيك. يبقى ده كده اللي رجع دلتا ال الاستيك، والجزء اللي اتبقى دلتا ال بس. اي نقطه خلال المرحله بتاعت السترين هاردنينج بترجع موازيه للخط المستقيم، الخط المستقيم اللي هو البروبورشنال ليميت اللي في الاول. فانت لو بتحمل لحد هنا هترجع موازيه برضه، حمل لحد هنا هترجع موازيه وهكذا،
حتى في مرحله الخضوع، بس هي مرحله الخضوع انت مش هتلحقها اصلا، يعني مش هتلحق تقول وقف رجع، لان هي مرحله مش كبيره قوي، يعني بتعدي بسرعه. ماشي، زائد ان الحمل اصلا بيبقى ثابت، ف بتعدي المرحله بسرعه. فحاش تاخد بالك ان الحمل وقف والعين عماله تطول، خصوصا الاسطله ما بتبقاش باينه قوي، بس هتحس بيها، بس مش هتلحق توقف عندها التحميل. المهم انت لو وقفت التحميل في اي مرحله في المنطقه دي بيرجع موازي للخط المستقيم. الجزء اللي انت رجعته ده بنسميه دلتا ال الاستيك، الجزء اللي اتبقى بنسميه دلتا ال ايه؟ بلاستيك. بتوصل لحد الماكسيمم لود، كل ده العينه عماله تطول بحاجه بنسميها كونستانت فوليوم. يعني ايه كونستانت فوليوم؟ يعني الحجم ثابت، صح؟ يعني ايه الحجم ثابت برضو؟ يعني لو انا عندي عينه بالشكل ده ليها طول ال نوت وليها كروس سكشن اريا اي نوت، فالحجم هو عباره عن ايه؟ اي نوت في ال نوت، مظبوط؟ لو انا طولتها شويه هيبقى ليها طول اسمه ال اي، وليها كروس سكشن اريا متغير شويه اسمه اي اي عند اي انستنت، يعني عند اي نقطه وعند اي لحظه. يعني المفروض ان اي نوت في ال نوت بيساوي الاي اي في ايه؟ في ال اي. ده كده معناها كونستانت فوليوم، يعني العينه ما زالت ليها استطاله واحده وليها كروس سكشن واحد ثابت على المقطع على الطول كله، لان هي هتبدا تتغير من بعد منطقه الماكسيمم او بدايه الماكسيمم. عشان كده الماكسيمم لود دي بيسموها ايه؟ بيسموها مرحله الانيشيال او بدايه نقطه، يعني بيسموها انيشيال نيكينج. نيك يعني ايه؟ يعني رقبه، صح؟ فهي بيسموها الانيشيال نيكينج بدايه الرقبه. هيحصل في الماده حاجه شبيهه بالرقبه، يعني هتبدا الاستطاله تتغير، بدل ما هي كانت يونيفورم ديستريبيوشن، يعني بدل ما هي متوزعه على طول العينه بانتظام، يعني سي انت مثلا عندك عينه طولها 20 هتطول خمسه، هتلاقي الخمسه الاولانيين طول واحد والثانيين طول واحد والثالثين طول واحد وهكذا. ففي يونيفورم ايه؟ يونيفورم ديستريبيوشن، توزيع منتظم للاستطاله. اول ما بيبدا الانيشال نيكينج دي تبدا الماده تحصل لها حاجه بالشكل ده. دي الماده اهي. بيحصل في النص كده حاجه بيسموها النيكينج او الرقبه. يعني الاستطاله بتتركز في منطقه معينه، ده الطبيعي بتاع اي حاجه، لازم في الاخر هتشد تشد تشد وبعدين هتيجي من الحته اللي في النص دي تتقطع، صح؟ الحته اللي هتقطع منها دي اكيد هيحصل فيها حاجه، بيحصل فيها تركيز الاجهادات. بيحصل في المنطقه دي وهنشرحها ان شاء الله المره الجايه بالتفصيل برضو اكتر شويه. بيحصل في منطقه الانيشال نيكينج عند الماكسيمم لود بيبدا يتكون بدايه الرقبه، بدايه الانيشال نيكينج. وبيحصل ان الاستطاله بدل ما هي كانت متوزعه يونيفورم على الطول كله بدات يسموها بدل اللي هي يونيفورم ديستريبيوشن بقت ايه؟ لوكال ديستريبيوشن، يعني توزيع محلي. محلي فين بالظبط؟ في المنطقه بتاعت الرقبه دي. عاده الطبيعي لو الاختبار بتاعك هيبقى اختبار صح في المعمل المفروض ان الرقبه تكون في الثلث الاوسط بتاع العينه، يعني لو انت عندك عينه كده المفروض ان الرقبه تحصل في المنطقه اللي في النص دي. في بعض الاوقات بيحصل خطا بسبب يعني تحميل، بسبب ان في اوريدي بعض العيوب اللي موجوده في الماده دي مثلا جنب الحته الممسوكه او الابر كروس هيد، فبتبدا تتكسر من فوق تتكسر من تحت. المفروض ان انت ترفض العينه دي او ما تحطهاش من ضمن النتائج بتاعتك. المفروض ان العينه تكون طبيعيه، الجزء الممسوك. عشان كده احنا دايما لما بنيجي نختبر مظبوط بنكبر الكروس سكشن اريا بتاع الجزء اللي هيتمسك، وبنسيب الكروس سكشن اريا في المنطقه اللي هي الجيج لينس او الجزء اللي هيبقى عليه الاختبار اللي في النص هو اضعف شويه، عشان نجبر الماده ان هي تتكسر فين؟ في الثلث الاوسط. ماشي يا باشمهندسين؟ بس يعني عاده طبيعي احنا طبعا في المعمل هنا بنختبر اسياخ حديد كلها كروس سكشن واحد، ففي معظم الاحوال بتتكسر في المنطقه اللي في النص. في بعض الاوقات بتتكسر يمين او شمال، لان طبعا زي ما قلت لكم في بعض العيوب بتبقى موجوده، العيوب دي داخليه، يعني كراكس، حاجات موجوده داخليه انت مش شايفها. الحاجات دي بتاثر في التحميل بعد كده وبتخلي الكسر بدل ما هو يبدا في النص يروح عند المنطقه الضعيفه دي. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب اذا هنا هيبدا انيشال نيكينج، منطقه الرقبه، خمس دقايق وهنمشي، منطقه الرقبه، وبعدين
بعد ما بيوصل الماكس ويتكون منطقة الرقبة، طبعا زي ما قلنا دي بيسموها ايه؟ local deformation. local deformation يعني تشكل محلي او مركز في منطقة معينة. يعني بدل ما لو حبينا نرسم كده يعني رسمة بسيطة فيها ال distribution نفسه، هنقول لو انت عندك العينة هيت وبتشدها بحمل بي، فمن زيرو لحد البي ماكس التوزيع منتظم. ده توزيع مين؟ ده توزيع الدلتا ال. دلتا ال ديستريبيوشن ماشي؟ لكن من بعد البي ماكس هي ان الشكل بقى طبعا بيبدا يتكون زي ما اتفقنا ايه؟ تبدا تتكون الرقبه، فالتوزيع بتاع الديفورميشن بيبقى عامل كده. فاهمين حاجه؟ يعني الاستطاله كلها بتبقى متركزه، طبعا في استطاله ما زالت موجوده عند الاجزاء دي بس قيمتها صغيره جدا، وقيمه الاستطاله هنا برضو صغيره جدا. الاستطاله كلها متركزه فين؟ حوالين النيكينج، حوالين الرقبه. ده تقدر تقول عليه الدلتا ال ديستريبيوشن او توزيع الاستطاله في من زيرو لحد البي ماكس، توزيع منتظم يونيفورم ديستريبيوشن، ومن اكبر من البي ماكس بيحصل لوكاليزيشن، ودي حاجه من الحاجات الادفانسد اللي الناس شغاله فيها، يعني ما زالت شغاله فيها ازاي بيحصل لوكاليزيشن واللي بيحصل الاول والكسر بعد كده طبعا هيحصل وايه سبب الكسر والقصص دي كلها. ماشي يا باشمهندسين؟ بعد الانيشال نيكينج خلاص بقى العينه ما بتقدرش تشيل الحمل اللي هي كانت متحملاه، لانه بيحصل فيه نقص كبير جدا في الكروس سكشن. يعني الكروس سكشن عمال يقل يقل يقل، طب ازاي الكروس سكشن بيقل وانت هتلاقي زي فكره اللبانه برضه. لو جيت كده شديت لبانه هتلاقي من النص بدات ترفع قوي، وهتلاقيها بدات ايه خلاص مش قادره تشيل حاجه، صح؟ هو نفس القصه، لان احنا محملين بديسبليسمنت، فبتبدا العينه ايه؟ الحمل يقل اوتوماتيك، انت هتشوفها في المعمل هتلاقي الحمل قل، بس طبعا بيقل بسرعه جدا، يعني بيحصل تدهور كبير قوي في الحمل فجاه. لحد ما يحصل ايه؟ لحد ما يحصل الفراكشر. عشان كده بنسمي دي الفراكشر بوينت او نقطه الكسر. طبعا البي عند الماكسيمم هي اسمها بي ماكس عشان نكمل المنحنى. الدلتا ال عندها ايه؟ اسمها دلتا ال ايه؟ عند الماكسيمم لود. البي عندها اسمها بي ماكس، الدلتا ال لا، الدلتا ال عندها هنسميها دلتا ال عند البي ماكس، ما هياش ماكس لانه الدلتا ال مش ماكسيمم دلوقتي. الدلتا ال هتبقى ماكسيمم فين؟ عند الفراكشر، عشان في النقطه دي في ناس كتير بتتلخبط فيها في الامتحان. اقول له مثلا الماكسيمم لود احسب الاسترين عند الماكسيمم لود، فيروح حاسب او الماكسيمم سترين فيروح حاسب الاسترين عند الماكسيمم لود. الاسترين عند الماكسيمم لود ما هوش الماكسيمم سترين. الاسترين عند الفراكشر بوينت هي ده البي فراكشر، وعنده الدلتا ال ايه؟ الدلتا ال ماكسيمم. اذا الدلتا ال ماكسيمم موجوده عند نقطه الايه؟ نقطه الفراكشر، نقطه الكسر اللي هي البي بتاعها اقل شويه من الماكسيمم لود، بس في الاخر في ديفورميشن حصل، في ديفورميشن حصل زياده، فهي اصبحت هي ايه؟ الماكسيمم الونجيشن. فاذا الماكسيمم الونجيشن بتحصل عند فراكشر بوينت. ماشي يا باشمهندسين؟ حد كده فاهمين حاجه؟